السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. في هذا البرنامج إن شاء الله وفي حلقتنا هذه سنتحدث في دقائق حتى لا نطيل على المتابعين. نتحدث اليوم عن علاج للثعلبة. الثعلبة هي من المعروف أنها مرض مناعي من الأمراض المناعية، لكن أتينا لكم بالوصفة المشهورة والمعتادة. يا ريت نجيب ورقة وقلم ونسجل، ممكن تفيدك ممكن تفيد أشخاص آخرين. علاج الثعلبة: نأخذ عجينة الثوم ويعجن بها ملعقة صغيرة من البارود أو ملح البارود حتى تصبح كالمرهم الأسود، ثم نشرط الثعلبة بشفرة معقمة حتى يبدو الدم، حتى يخرج الدم، أو نجيب قطعة إسفنج وبنفرك مكان الثعلبة، بنفرك إلى أن تصبح حمراء ويا حبذا أنه يخرج منها الدم. ويوضع عجينة الثوم المدقوق مع ملعقة بارود أو ملح بارود، نخلطهم مع بعض وبندهن فيها منطقة الثعلبة وبنحط غطاء فوقها، وتكرر هذه العملية لمدة 5 أيام. إن شاء الله ستزول الثعلبة وسيظهر الشعر من جديد. فهذه هي وصفة ممتازة جدا وساحرة جدا لعلاج مرض الثعلبة. أرجو أني أكون ما أطلت عليكم، لكن هذه من الوصفات اللي إحنا دائما نعتبرها من المجربات القوية، نعتبرها دائما من العلاجات النافعة بإذن الله، ووردت في كتب الطب القديم. اللي ما اشترك في القناة يا ريت يشترك في القناة، يفعل خاصية الجرس حتى يصله كل جديد. اللي ما بعرف ملح البارود يروح عند العطار، أو ممكن مش من عند العطار، يروح عند اللي بيبيعوا ملح البارود، معروف هذه الأماكن، ويأخذ كمية قليلة، يعني لا تتجاوز 10-15 جرام، تعجن مع الثوم، 7 حبات من الثوم، مندقهم دقة ناعمة، وبنخلط معهم البارود مقدار ملعقة بحيث يصير اللون أسود، وبنستخدمها لمنطقة الثعلبة. عشان اللي بيسأل شو هي الخلطة تبعتك، شو سر الخلطة تبعتك، يستخدم هذه الخلطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.